ولمزيد من النقاش حول هذا الموضوع معنا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب الصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين. مرحبا بك معنا سيد عبد الرحمن. أهلا بكم. لماذا عادت هذه التظاهرات بهذا الزخم ولا سيما في ظل جائحة كورونا التي لم يكن متوقعا أن تنشط فيها التظاهرات المطالبة بتلك الحقوق في لبنان؟ التظاهرات عادت بزخم كبير بسبب رئيسي هو الهبوط العمودي لسعر الليرة اللبنانية. نحن الآن نتحدث عن ما يقارب بين 4000 إلى 5000 ليرة يلعب السعر في السوق السوداء مقابل كل دولار، وبالتالي هذا خسارة كبيرة. كما تعرفون كما يعرف الجميع، لبنان تقريبا يستورد كل شيء حتى المواد الأساسية من مواد غذائية من قمح وطحين وخضار وفاكهة ومأكولات ومواد طاقة، وبالتالي هذا أدى إلى ضغط كبير على الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة والطبقة ما تحت الفقيرة حتى. هذا أدى إلى فعلا إلى أزمة جوع في لبنان بدأ الناس يعيشونها في هذا الشهر الفضيل، وبالتالي هذا ما أدى الناس إلى التحرك والخروج. هذه المرة هي أزمة جوع وليست مجرد أزمة ضغط اقتصادي كما كان في أيلول الماضي، نحن الآن أو في عفوا في تشرين أول الماضي، نحن الآن في أمام أزمة فعلا اقتصادية. من يتظاهرون الآن هم الأشد فقرا في لبنان، من يتظاهرون الآن هم أناس ربما لا يجدون قوت يومهم لأن أبسط الأشياء أصبحوا غير قادرين على شرائها في ربما السوق. هنا تكمن خطورة هذه المظاهرات، أليس كذلك؟ نعم، هو هذه الخطورة، لأن الإنسان في مرحلة الجوع ربما يفقد الثقة بأي مرجعية، سواء كانت هذه المرجعية سياسية أم مرجعيات مجتمعية محلية دينية أو غيرها. خطورة أن تحرك الجياع هو غالبا ما يكون غير منظم وغالبا ما يكون غير صاحب شعارات سياسية، ربما قد يقاد أو يتم توجيهته إلى نوع من الغوغائية. هذه الخطورة، وربما قد لا سمح الله قد يكون هناك من له مصلحة في تحويله إلى نوع من الدم والى الفوضى الاهليه، وبالتالي هذا ما هو. نحن وصلنا الى مرحله خطيره جدا من تاريخ لبنان، تدهور للدوله على مستوى اداء اي واجب من واجباتها، مقابل ان مساحه الجوع، مساحه الفقر المدقع تتوسع في لبنان. الطبقه الوسطى فعلا اصبحت تقريبا شبه مختفيه في لبنان، من كنا نعتبرهم طبقه وسطى اصبحوا الان تحت الفقر، يضطرون لان يبيعوا منازلهم ربما لكي يعيشوا وياكلوا. نعم. مئات الالاف من اللبنانيين خسروا أرقام كبيرة من مدخراتهم عبر نعم. هبوط سعر الليرة. أستاذ عبد الرحمن، ما يعاني في لبنان؟ نعم، بماذا تفسر عودة التظاهرات في بعض المدن دون غيرها ولا سيما غياب تلك التظاهرات عن بيروت؟ موضوع طرابلس تحديدا، طرابلس هي ليست المدينة الأفقر في لبنان وحسب، هي المدينة الأفقر على في حوض المتوسط كله يعني، وبالتالي التحرك الجوع أتى من بيروت من طرابلس عفوا، لأن فعلا طرابلس الموضوع فيها يزداد سوءا. الموضوع الآخر هي أن المرجعيات السنية تقريبا غير ممثلة في هذه الحكومة، وبالتالي هي غير معنية بضبط الشارع ربما كما حاولت في الموجة التظاهرات التي كانت في تشرين أول الماضي. هذه ربما قد تكون أسباب، لكن السبب الرئيسي هو أن الضغط الاقتصادي على سكان طرابلس هو في أوجه. طيب، هناك فعلا وهذا يدفعني في الحقيقة للسؤال التالي. وصلت الفكرة، أنا أحاول أن أستثمر الوقت معكم للأسئلة. يدفعني للسؤال التالي عن حقيقة الأزمة، هل هي أزمة متعمدة ولا سيما أن هناك خلافا بدا واضحا بين رئيس مصرف لبنان المركزي على سبيل المثال ورئيس الحكومة حول أن هناك يعني ريبة في الموضوع، هناك شكوك حول هذا الأداء؟ صراحة طالما أننا لا نملك معلومات ملموسة، نحن لا نستطيع أن نقول إن كانت متعمدة أم غير متعمدة، لكن المتعمد والجريمة هي استغلال هذه الأزمة في إطار المماحكات والتصفيات السياسية بين الأطراف السياسية اللبنانية. هذا هو أخطر ما يحدث في لبنان، هو أن الأحزاب اللبنانية تستغل حتى هذه الأزمة الصعبة والشديدة لإجراء تصفيات سياسية ولحرف مسار مطالب الناس نحو إقالة موظف أو إقالة وزير أو إقالة فلان، وكأن أزمة لبنان الاقتصادية هي مجرد أزمة سياسة مالية للمصرف المركزي. لبنان يعاني من أزمة اقتصادية، يعاني من أزمة سياسية، يعاني من أزمة فساد متجذر الكل متورط فيها للأسف، وبالتالي طالما أن الحلول ليست جذرية فهذا يعني أن هذه الأزمة حتى الآن يتم إدارتها بطريقة استغلالية، بطريقة غير أخلاقية من قبل القوى السياسية اللبنانية، وللأسف ليس هناك صوت واعي من قبل القوى السياسية يحاول فعلا أن يعالج هذه الأزمة بعمقها ومحاولة للخروج إلى حل حقيقي وجذري للأزمة. كله عبارة عن مماحكات سياسية، كله عبارة عن محاولة اصطياد بالماء العكر وتحميل المسؤولية لأطراف من دون تحمل هذه الطبقة السياسية
مسؤوليتها بشكل سليم. نعم. طيب، هل هذا يعني أن الزمام الآن في يد الشارع، وأن الشارع هو الذي سيفرض على جميع الأطراف ما يريد؟ لا 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 نرى ذلك، يعني هذه المرة كما قلت، يعني أزمة هذه التظاهرات هذه المرة أن هي أزمة جياع، وبالتالي السيطرة عليها صعبة، وحتى نعم. قد لا تكون مطلبية بقدر ما تكون هي رد فعل غاضب عفوي لا نعرف كيف يمكن أن يداره. وبالتالي الشارع برأيي الآن ليس هو في أفضل حالاته، لكن هو فقط يريد أن يأكل، فقط يريد أن يعيش. نعم. نحن هذا الشارع بحاجة فعلا أن يحول مطالبه إلى برنامج سياسي يضعه أمام الطبقة السياسية، شكرا. ويعيد إحياء البرنامج السياسي الذي طرح في 17 من تشرين أول الماضي، لكن حتى هذه اللحظة لم تتبلور هذه نعم، الفكر وصلت السياسي. الفكرة. في أتكلم الآن عن هذه الموجة، نحن لا نزال في إطار الغضب الغضب الشعبي العام. نعم. الفطري أو الغريزي البدائي، يحتاج ربما إلى أيام حتى نرى المسار، هل هو سينطلق إلى برنامج سياسي نعم. أم سيتم وأده لتحول إلى نوع من الفوضى الأهلية. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من اسطنبول، الكاتب الصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين.